مشاهدينا في كل مكان، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن الأستاذ سركيس أبو زيد المحلل السياسي من بيروت. أهلا بك سيدي عبر شاشة قناة النيل للأخبار، ودعني مباشرة أنطلق من هذه الجزئية. الشهر الماضي أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا أو إنذار نهائي إلى دولة الاحتلال أنه ينبغي أن يتم تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ولكن وكما تعودنا دائما إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل هذه الإنذارات أو التحذيرات حتى الآن. هل تعتقد أن الأيام القادمة قد تحمل ما يفيد أن إسرائيل قد تنصاع لهذا الإنذار النهائي في ظل هذه المعطيات الحالية؟ تحية لك وإلى جميع المشاهدين، ولكن بداية أعتقد بأن إسرائيل لم تنصاع ولا مرة إلى القرارات الدولية. صحيح. والآن لن تنصاع إلى إرادة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني مهتمة بشكل أساسي بموضوع الانتخابات، ولأن إسرائيل تعرف بأن هذا الظرف المؤاتي، وأن إسرائيل يعني الولايات المتحدة لا تستطيع أن تضغط عليها بهذا الظرف، لجأت إلى التصعيد وإلى يعني تجاوز كل القرارات الدولية وكل الأعراف الأممية وكل القيم الإنسانية. صحيح. لذلك لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الآن قادرة قبل الانتخابات، لذلك أعتبر بأن الانتخابات هي محطة أساسية، ولكن علينا أيضا أن نعطي للرئيس الجديد مهلة حتى يستلم وحتى يقدم تطور. وهناك أيضا يعني دائما الولايات المتحدة الأمريكية أو الرؤساء إن كان جمهوري أو ديمقراطي يعني لديهم يعني تصاريح متناقضة ومتباينة. صحيح. وبموسم الانتخابات نلاحظ بأنهم صباحا يصرحون شيء وظهرا شيء آخر ومساء شيء ثالث، لأنهم يلعبون على الوتر من أجل إرضاء الناخب، خاصة بأن يعني المنافسة متقاربة، وأي عامل يؤثر على الناخبين ممكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات. لذلك أنا أتوقع بأن إسرائيل خلال هذه الفترة سوف تصاعد أكثر، وسوف ترتكب جرائم أكثر، وسوف تسعى إلى يعني إلى ارتكاب مزيد من الجرائم، لأنها لا أحد يحاسبها لا على المستوى الأممي ولا على مستوى الدول ولا على مستوى القرارات الدولية. والولايات المتحدة الأمريكية ملتهية بانتخاباتها، لذلك علينا أن ننتظر الانتخابات ونتائجها لنعرف بأي اتجاه ستذهب الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بأن ما يسمى بالدولة العميقة أو حتى الأجهزة أو حتى يعني القوى المؤثرة لديها تصورات متعددة حول مستقبل العالم وحول مستقبل الهداء الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. صحيح. صحيح. لذلك للأسف نحن بمرحلة انتظار حتى تنجلي الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية لنعرف مصير المنطقة. نعم. سنتحدث بشيء من التفصيل حول الانتخابات الأمريكية وما تحمله رؤية نتنياهو لهذه المرحلة، ولكن في هذه الجزئية كيف للولايات المتحدة الأمريكية أن ترسل إنذار نهائي لدولة الاحتلال بأنه ينبغي تحسين الأوضاع الإنسانية، ونحن على أرض الواقع نرى سرب من الأسلحة، وتحديدا لو تحدثنا عن قاذفات B-52 وما بين قوسين هذه القاذفات لها القدرة على أن تحدث الفارق في المنطقة برمتها. هل هناك تناقض ما بين هذا الإنذار وما بين هذا الدعم اللامحدود؟ طبعا هذا نهج تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل دائم ومعروف، هي تصرح شيء تتكلم شيء وتفعل شيء آخر. يعني رغم هذا الإنذار الشديد اللهجة في الكلام، قدمت لإسرائيل ما لا يقل بين 7 أو 8 مليار دولار مساعدة، ووفرت لها أسلحة ودعم، ويعني تصرح بهذا الموضوع، ومن ثم تصرح بأن هي ستدعم إسرائيل ولا تقبل بأن يهاجم أحد إسرائيل، وأنذرت إيران بأنها إذا هاجمت إسرائيل بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترد عليها هي مباشرة. لذلك يعني أنا لا أثق بالتصاريح الأمريكية لأنها متناقضة ومتباينة، وتحت عنوان الواقعية المفرطة في الولايات المتحدة الأمريكية نلاحظ بأنهم لا يعطون أي أهمية للقيم، للمبادئ، للأقوال، للتصاريح، لما شابه. يعني هناك مصلحة أمريكية تتقلب حسب الظروف وحسب الأيام وحسب الإمكانيات وحسب حاجة دولة الاحتلال الإسرائيلي. نعود إلى جزئية الانتخابات سيد سركيز، ونحن نتحدث بنيامين نتنياهو أيضا قال إنه ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية لتنفيذ هذه الوجهة أو هذا الرأي الذي قرره، وهو شرق أوسط جديد من وجهة نظره. كيف تقرأ هذه التصريحات، وكيف تقرأ أيضا الانتخابات الأمريكية؟
يعني من ناحيه يعني نتنياهو طرح، وهذا مشروع اصلا يعني امريكي ايضا الذي نعم طرحت صحيح اكثر من مره رؤساء سابقين بانهم يفتشون عن شرق اوسط جديد، او هناك تغيير بمنطقه الشرق الاوسط، او تغيير بالموازين او ما شابه. هذا مشروع يعني اعتبر ان هذا مشروع امريكي اسرائيلي صحيح صهيوني من زمان، ولكن يتم على مراحل، واحيانا هناك قوى تعارض هذا التغيير، وهناك قوى اصلا عالميه لم تقل كلمتها بهذا المجال، ولكنها ممكن ان تشكل فارق معين. يعني الصين وروسيا وغيرها من الدول يعني لم توافق على كل هذه التعابير، ولكن انا ما يخيفني بهذا المشروع بانه يمكن ان يكون سايكس بيكو جديد، بمعنى ان يكون مشروع اعاده تقسيم تقسيم المنطقه الدول. من جديد، وكتنسيق ولكن او ضم بنيامين او نتنياهو يتحدث سيد ساركيز عن فكرة يعني لبنان وهذه المنطقة تحديدا، وإعادة تنظيم هذه المنطقة من وجهة نظره التي بناها على معطيات ليس لها أي علاقة بالواقع. ويتحدث عن هذا الأمر، وأيضا ينتظر ما ستسفر عنه الانتخابات الأمريكية لتنفيذ هذه الرؤية، وهي رؤية أمريكية أيضا. فكيف تقرأ هذا الأمر؟ طبعا يعني لذلك هو ينتظر الولايات المتحده، لان كما ذكرت بان الرئيس الجديد عندما ينتخب يصبح لديه مجبور ان يقدم تصور معين، وهناك كلام حتى الان يعني هناك خلاف ما بين السي اي اي والبنتاغون والخارجيه الامريكيه حول عده مشاريع موجوده، يعني ان كان بالداخل الامريكي او بالنسبه لما يخص المنطقه. لذلك انا اعتقد بانه لا يوجد الان اي تصور جدي قبل ان تنتهي الانتخابات، ويقدم الرئيس الجديد مع اعوانه مع معاونيه يعني رؤيه جديده للعالم، لان هذا الموضوع ليس ايضا يعني هناك فكره اساسيه اريد ان اشير اليها، بان هذا الموضوع لا يحدد مصير الشرق الاوسط او المشرق العربي او لبنان او فلسطين او ما شابه. يعني الان علينا ان ننتظر كيف ستنظر الولايات المتحده الامريكيه الى العالم الجديد، الى اداره هذا العالم، لان هناك رؤيه تسعى ان تثبتها هي ان تكون الولايات المتحده الامريكيه تقود العالم باحاديه، وهي الان شبه عاجزه عن ان تفرض وحدها على اداره العالم، ولكن من جهه اخرى هناك مساعي روسيه وصينيه وغيرها من الدول لعالم متعدد الاقطاب يكون ربما اكثر عدلا وانسانيه، ولكن ايضا هناك دول عديده تشعر بانها غير معنيه بهذا الموضوع وغير مشموله. اين الدور العربي؟ اين الدور الاسلامي؟ اين المنطقه؟ اين البترول؟ اين كل هذه المسائل؟ كل هذه الامور الولايات المتحده الامريكيه لا تاخذها بعين الاعتبار ولا تحترم حتى حلفائها، ولكن هذا مع الوقت ربما سيؤدي الى نتيجه معاكسه، الى رده فعل، الى تجميع قوى جديده تسعى الى خلاص العالم من هذه الرأسمالية المتوحشة ومن هذا التفرد القتال. نعم، منذ بداية هذه الأزمة، وتحديدا منذ 7 من أكتوبر، وتحديدا ثاني يوم لانطلاق هذه الأزمة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أنه ينبغي إيقاف هذا القتال، ينبغي التعامل مع المساعدات الإنسانية بشكل مختلف، أنه يرفض هذا التهجير القسري لسكان قطاع غزة بشكل مباشر وواضح ولا كلام فيه. الآن نتنياهو تحدث عن ما بعد الحرب وما بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، ومن يدير هذه المنطقة أو من يدير قطاع غزة، والرؤية المصرية في هذا الأمر أيضا معروفة. كيف تقرأ هذه المعطيات سيد ساركيز؟ لك اعتقد بان مشروع نتنياهو واضح، هو يطرح في مشروع اسرائيل الكبرى، وهو يعتبر كل هذه المناطق يريد ان يضمها، ولا يريد ان ينسحب لا من غزه ولا من الضفه ولا من لبنان ولا من، يعني هو يريد ان يقيم يعني هذا الزمن يعتبره فرصه المآتيه من اجل توسيع اسرائيل الكبرى، وهو ضد اي اتفاق مع الفلسطينيين او حتى مع العرب. يعني هناك عده امور يعني لم يحترمها، ان كان بالاتفاقيات الموقعه مع مصر او مع الاردن او مع غيرها، يعني لا يحترم الاتفاقيات، لانه يريد ان يعيد النظر بالرؤيه الاصليه للمشروع الصهيوني، وهي بان فلسطين هي ارض من دون شعب، لذلك يعتمد الان ولكن القرض المحروقه له، ولكن هيهات له ان يصل الى تحقيق مآربه في هذه الجزئيه تحديدا. سيد ساركيز ابو زيد المحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، اشكرك شكرا جزيلا.